هذه منطقة محلة باب الجبلين يسموه، يعني بين المكاوي وبين راس الكو. يوم شاكر البقال، شاكر البقال هو مشهور. المعاناة مالنا احنا يعني هسه يمكن 20 سنة انا كنت طلعت وسند ومربع ذهبي ياخذون، وبيوتنا انا عندي ستاي مهدومي وعندي اودا مضروبي وغرفة مشعولي، ما حد جاني ولا ود، وانا كله انا بيدي يعني جيتو رجعت بيتي. يعني هو مسخ مناكذ هاي صار لي تقريبا سنه وكسو سنه واربع شهور خمس. لا ماكو تعويض مني ابد، ماكو فكرون انه هو المستوصفات ما عندكم مستوصف مره، ماكو. اذا صار لا سمح الله عندكم مريض وين تود؟ والله استعنى مريض، انا حاليا مريض والله يعافيك، والله ما عفى صبغه الله وكيس. انا عندي انسداد بالشرايين، انسداد بالشرايين، هذا تشاني والله وتلا الله يعافيك. اذا صار حاله طارئه بالليل خصوصا شلون تطلعون؟ والله حتى سيارات ماكو، ما تصلون. هو بنها 5000 6000 يلا يوصلنا اليوم. شكل لك طسات الشوارع على المره مزدوده هسه، هسه صار اسبوع الشوارع مزدوده. البلديه تيجي راشره تلم وتطلع، داخل الافرع ماكو. يعني شفت بعينك هسه انت الوسخ اللي تكرم بالسواقي وهذه، الا احنا يعني ايش اليوم بالجامع واحنا بيدنا ونزلتوا بالشارع. شنو المعاناه بعد اللي عندكم تعاملوا؟ ثاني شيء المستوصفات ماكو ابد. يعني اقرب مستوصف علينا احنا بالمكاوي، اقرب مستوصف علينا بوادي حجر. وادي حجر؟ ايه. زين اذا صار عندكم لا سمح الله حالة. والله يابا هذا الله يرحمه اقرا عليه الفاتحه. إذا حالة طارئة مثل هذا السائل حكيت، صار عندكم حالة طارئة؟ كان صار عندنا، بس يعني الحمد لله وشكر ما صادف بالليل، صادف بالنهار يعني تدبر السيارة. إيه. وشلون عاد بتروحون؟ والله أبا حتى مضمدين ماكو أصلاً، ومنعوهم خلوهم قالوا الإجازة وما أعرف إيش، يابا حتى مضمدين بعاد علينا. زين. شو توجه رساله للحكومه، الحكومه المحليه جات المسؤول شو توصل لهم رساله والله خصوصا منطقتكم؟ والله اهم شيء التعويضات يعوضون العالم، الناس يعني تبهدلت من الجانب بذاك الجانب وهسه تيجي هنا لا تعويضات لا شيء، واني من الناس عندي شهيده ولحد الان صار لسنه ونص المعامله مالي لحد الان بالاستخبارات توصل لهم رساله انه يعوضون المضررين وايضا هم لحد الان الناس ترى بس على تسوي معاملات، يعني ماكو يعني التعويض يعني شيء ملموس ماكو لا مستوصفات وعندك مستشفياتها ماكو علاجات الناس تروح لا سامح الله ماكو حالة طارئة بالليل بالنهار وين؟ والله الله هو اللي ينقذ الناس، يعني شيلهم شيل مشي ماكو سيارات ماكو لا شوارع لا تبليط ماكو نتيجة ماكو، يعني نعاني يوميا نطلع وهذه حيل معاناة قوية وماكو شغل. زين الناس تعبانة، ايجارات تبيع عنده ما عنده في سبيل تنطي الايجار تنطي المولده. انا اول عائله انقصفنا بجامع الكبير، طلعت بس طيبه فقط طلعت من عائلتي. الله يبارك بعمرك. انتم حاليا رجعتوا من المنطقه، ما كهرباء خدمات متوفره، بلديه تجي البيوت اللي وقعت المضرره عوضوكم؟ سجلتوا على تعويضات؟ سجلنا، من يعوضنا؟ انا بالنسبه لي عندي 5 شهداء وعندي هاي المصابة، ما غيش كل شيء، خلي يطلعوا لي راتب واحد. وما طلعت لي حد الآن؟ كتاب ضاع بأمن الوطني، كتاب ما فيصاب، يعني معاناة ابني، تعبنا، أريد أن أعيش بكرامة فقط، ما أريد كل شيء، أريد هلا بأهل الموصل. يعني الموصل هي أم العراق. وخصوصا المنطقة القديمة اللي هذا شيء حقنا. هذا يعني أبسط حق. شويه اللي عنده اكثر من شهيد ما يريد اربع تعويضات وخمس رواتب، تعويض واحد بدنا نعيش فقط بكرامه.